الأيام القادمة أيام صعبة، صدقوني الحياة حوالينا صعبة جدا، جايز يكون في مشاكل، في تحديات، في تجاوزات، في حاجات كده، ده بيتصلح طول ما انت ماشي. انا عارف في ناس متضايقة، في ناس تعبانة، في طبقات كادحة، في طبقات يائسة، في كل حاجة، عارفين الكلام ده، انما هو ده الحل. يلا ثورة بقى، يلا ثورة بقى، الثورة دي كده يا جماعة، الثورة دي لازم تتعب فيها شوية. اسألونا احنا نقول لكم، عندك مشكلة في طريقة إدارة البلاد، عندك مشكلة في طريقة صرف الفلوس، عندك أي مشكلة في أي حاجة بسيطة جدا، بروح أمك جبت التايهة مالريس عارف حلنا. مظاهرات قلنا في المظاهرات، ناس متضايقة قلنا ناس متضايقة، مشاكل موجودة قلنا في مشاكل موجودة، يعني نقصد ايه؟ انه مفيش عين، الناس ثورتها السبت والحد وانتوا ثورتكم ما فيهاش حد. انت اكل العيش جايز ضيق، جايز قليل، جايز نحسنه نظبطه. الثوره دي ما حدش يشوفها ولا يسمعها غيرك يا مصطفى. على فكره يا جماعه، انا ما عنديش مشكله ان حد عنده مشكله ضد عبد الفتاح السيسي، ضد الجيش، ضد اي حد، زي ما انت عايز. لا ارجع ارجع، بس انا بحب قوي الفيلم ده. يا مصطفى. ولما الحال يقف، ولما البلد تقف، انا من الناس اللي حالهم هيقف. فين الثوره دي؟ ثوره مميكانه يا مصطفى. ما تيجي يا محمد، ما تيجي تاخد الجماهير، نط من فوق السور وتعالى مصر. ترجع فين يا محمد؟ ترجع فين يا بابا؟ ترجع. انا مش عايز اكلمك بس في موضوع الرجوع ده، هتفضل عمرك كله ماشي في الشارع تبص ورا ظهرك. ضد او مع استمرار الرئيس محمد حسني مبارك حاكما لمصر؟ مع طبعا. عايزين مبارك؟ انا اسيب لكم البلد وامشي. هاتوا مبارك بالهانم بجمال بعلاء، وهاتوا اللي انتوا عايزين. مبارك عمره ما كان بيدير ولا شايف حاجه. كذا مره كان هيتم الاطاحه بيا تماما، محمد حسني مبارك هو اللي وقف. انا حسني مبارك ليس بالنسبه لي يعني من الرؤساء المفضلين قوي. حضراتكم تعرفوا انه انا يعني مش من معجبين قوي بالرئيس مبارك. انا بكره مبارك. هل ده عيب؟ مساله شخصيه. ايوه مساله شخصيه. يا اللي بتطبطبوا على مبارك، كفايه آلهة، انتوا غاويين عبوديه. مين الشخصيات اللي بتخشى انك تهاجمها في مصر؟ خط احمر لعمرو اديب. برقابه ذاتيه ام رقابه خارجيه؟ لا ذاتيه. ساكت ومش عايز اتكلم، انما الخرا اللي احنا فيه ده من مبارك. انا ما همنيش مبارك في وقته، وكنت بشتمه في وشه. اشمعنى انت يا عمرو مضلل عليك الرئيس؟ مش مدلل عليا الرئيس، الراجل ده في عهده ولا صحفي دخل السجن. مش عايز في عهده يقول انه الراجل ده قعدوه في البيت. كنت اتكلم يقول لي اقعد شغال الواد ده. هو لا 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 توجد في مصر قضية واحدة مرفوعة بفساد الأموال. انا انت عارف يا علاء ان انا صحفي شاطر، الفلوس دي مثبته من الحكومه المصريه ومن الحكومه السويسريه. جبت مئات الملايين دي منين؟ الناس كتير تقول لك دول سرقوا وعملوا، انا ما اقدرش اقول الكلام ده لانه غير موجود وانا ما اقدرش اقوله. منين بيجيبوا الفلوس؟ منين ازاي؟ دي مساله انا ما اقدرش احكم فيها وابقى راجل مفتري. هو في واحد في مصر كلها ما كانش عارف انت بتشتغل ايه؟ هو علاء مبارك كان بيشتغل ايه؟ علاء مبارك كان بيشتغل في البورصه بره، في لندن، ثم عاد. اتحدى حد يقول لكم على، يقول لي علاء كان بيشتغل ايه؟ علاء مبارك كان رجل اعمال. هل اعماله سليمه غير سليمه؟ هذا لم يتم اثباته حتى الان. انتوا ناسين الراجل ده عمل ايه هو وعيلته؟ أسرة وقفت معانا كتير، ووقفت مع أطفال كتير. هذه السيدة الفاضلة يعني لم تتوانى في يوم إن هي تمسح دمعة طفله، وكانت ضد موضوع عملت الأطفال والأخوة. إنما مش على آخر الزمن واحد رد سجون هيعلمنا الأدب. علاء الناس اللي تعرفه كويس هو شخص بسيط جدا، يعني الناس من الشخصيات اللي هو ممكن لما يكون موجود في حفلة ولا ما موجود في مكان يأخذ أبعد ترابيزة، بيحب الكورة. أستاذ علاء مين يا جماعة؟
شخصية سهلة لذيذة لطيفة. كابيش؟ فاهم يا علاء؟ رسالتي الله الحضارة دي. ربنا يخليك. بنتكلم على قطر كدولة عظمى. قطر 4-5 دورات وشارع، يعني دولة في المنطقة لها رول ولها دور. طيارة يا جماعة لما بتطلع في قطر تبقى في حدود السعودية، ما بتلحقش. أنا رحت قطر لغاية قريب. هذا شعب حر. شلة ديمقراطية يا بتاع قطر. أقصد أن هناك حرية، اللي عايز ياكل ياكل، عايز يشرب يشرب. حشوش ديمقراطية. يعني ما فيش قهر لحد في العبادة ولا في أي حاجة. ده عدد المعارضين اللي جوه السجون القطرية أكتر من الناس اللي كسروا إقامة. يعني أنا شخصيا كعمر ما أقدرش أقول معلومة أن قطر تمول التسليح. أنا عارف مين ورا ده، أنا عارف مين اللي بيمول ده، وأنا هطلع دين ده. ما أقدرش أقول إني ما أعرفش، ما شفتش، ما أقدرش أفتري. قطر الداعمة للإرهاب، ما عنديش المعلومة دي، يعني ما أقدرش أقول. دور قطر في الإرهاب، قطر الراعي الرسمي للإرهاب في العالم. لم يحدث أي مرة من المرات إن أنا قمت بالتعدي باللفظ على دين ده، واحترامي للعائلة الحاكمة، واحترامي للأمير تميم. مجتمع قطري مجتمع لطيف وظريف، والناس راقية أخلاق يا شعب بلا شعب. ده بصراحة ده معرفتي بأهل قطر. ليه دايما احنا كده؟ ليه دايما بيتعمل فينا كده؟ ليه احنا اللي عندنا حوادث القطر على طول؟ مفيش سكة حديد في العالم، في العالم زيرو حوادث. البلد كبيرة عليكم، سيبوها وامشوا. انتوا مش قد الحكاية، انتوا مش قد مصر. مصر كبيرة قوي عليك يا سيادة الرئيس. ومن اول البرنامج انا عايز بس الناس تفهم ان انا لا جاي اشيل حد شيلة. الحلقة دي عنوانها ببساطة كده الحل. قاعد تقول لي النظام السابق، النظام السابق، انت بتعمل ايه وهتعمل ايه ولغايه امتى انا هبقى قاعد على ارث النظام السابق لغايه ما يموت كام واحد؟ حادثه القطار بالامكانيات اللي احنا فيها قادمه. حضراتكم ما تعرفوش السكه الحديد عامله ازاي والفلوس اللي محتاجاها ايه. لو انت حاسس ان قدراتك ما تقدرش على الكلام ده ما تكملش يا اخي. محتاجين ساحر وانت مش ساحر. هل العشرين شهر بتوع السيسي هم كافيين ان نشعر بالتحسن؟ لا. هو لو هوديني، يعني لو هو ساحر اللي هو بيمسك العصايه كده ينقل الحاجه من ناحيه لناحيه، ما يقدرش في سنتين ولا في اربعه.